لننقل لكم احتفال وزارة الأوقاف بذكرى غزوة بدر التي نصر الله تبارك فيها وتعالى المسلمين وأعز الإسلام وأذل الشرك والكفرة، لأن المسلمين يوسف صبري أبو طالب محافظ القاهرة نائبا عن السيد رئيس الجمهورية كما يتشرف بالتعطر بهذه الذكرى الكريمة الدكتور محمد الأحمدي أبو النور وزير الأوقاف، والدكتور محمد السعدي فرهود رئيس جامعة الأزهر ووكلاء بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.
ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. أيها الإخوة الأحباب، لقد كانت غزوة بدر الكبرى يتلوها الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. الأحباب، نقلنا لكم شعائر الاحتفال بذكرى غزوة بدر الكبرى.